صباح الخير. اهلا 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 استاذ عادل. ازيك يا دسوقي؟ يسلم. ازيك يا استاذ؟ الباشمهندس موجود؟ اه عادل خالص في الاوضه ونازل شغل كده اهو. جاله شغل؟ لا شغل ولا مشغله. الصبر طيب يا دسوقي. اما انا خايف اخره الصبر اني اتعود على الحال ده. ما تخافش كل شيء له اخر. اه لو سمحت. لو سمحت يا استاذ عادل. نعم. فكر الباشمهندس ان النهارده اول الشهر وان انا على البلاط وفاضل ساعه زمن وابيع البلاط. اهلا اهلا عادل. اهلا بيك. بترسم ايه؟ ناطحة سحاب. ايه جالك زبون؟ لا دي لي انا ملك انا. الف مبروك. احجز لي شقه الله يخليك. حضرتك عايزها شرقي بحري قبلي ولا غربي؟ يا راجل فوق بقى. هتفضل تحلم لحد امتى؟ الاحلام بتريحني نفسيا لكن ما تريحش ماديا. مش مهم. اسمع انا جايب لك وظيفه محترمه جدا وباجر خيالي. اسف انا ما ينفعش الموظف. مش موظف، هتشتغل مهندس. برضو اسف، ما احبش اشتغل عند حد، احب اشتغل عند سامي رضوان. وسامي رضوان هيدفع لك منين؟ مش مهم، لما يجيله بقى. وحبيب الروح موافق على الكلام ده؟ طبعا موافق وبتشجعني ومستعدة تستناني لغاية ما ربنا يفرجها. مسكينة، هتستناك لآخر العمر. بتتريق على نفسك يا سعادة، يعني أنت اللي كسيب قوي. أنا لسه بتمرن. طب وبعد التمرين؟ بعد التمرين هتعمل إيه؟ هتفتح مكتب وتعلق يافطة كبيرة قوي المحامي الكبير وتقعد تنش زي حالاتي. الايام وبيننا يا باشمهندس. اسيبك بقى لعمارتك الوهميه. استنى يا ابني، انت جاي في ايه وماشي في ايه؟ كنت جاي اقول لك الكلام ده وماشي لانك مش عاوز تسمع الكلام ده. سلام. مع السلامه. هي دي العماره، مكتب سامي في الدور الثالث. اهلا يا عمي. اهلا بيك يا عادل. اهلا مدموزيل فايزه. ازيك يا استاذ عادل؟ الله يسلمك. يا ترى سامي فوق؟ ايوه موجود. اطلعي انت لسامي وانا هروح البنك اخلص شغلي واحصلكم على البيت. حاضر. سلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. تحب اوصلك؟ لا متشكره. مفاجاه ظريفه قوي. وانا كمان. عن اذنك. اتفضلي. يا ابو ساهر كل عمري عسي رقيتك مستلقيتك يا اخويا. زبون واحد حصل. صباح الخير. اهلا اهلا اهلا. ايوه فين يا فندم؟ سامي موجود. اه وجاهز كمان. ايه هتبني عماره؟ لا واحنا كمان لا. يعني ايه؟ انا لازم اقابل يا فايده. اهلا اهلا. ايه المفاجاه الظريفه دي؟ وحشتني قوي يا سامي. ازيك؟ ازيك انت؟ دسوقي اعمل لنا شاي وبسرعه عشان تسبقنا على البيت جاهز الغدا. تعالوا يا حاج. توزيعة كبيرة قوي دي يا باشمهندس. صابونة لوكس صحيح. ايه الأخبار يا لوز؟ جيت مع بابا اشتري شوية حاجات عشان عيد ميلادي واشوفك واعزم رباب صاحبتي. رباب؟ مين رباب دي؟ رباب بنت عم عبد الصمد. انت مش فاكرها ولا ايه؟ رباب؟ لا مش واخد بالي. ده احنا ياما لعبنا سوا يا سامي. كنت دايما بتزقها وتوقعها وترجع تاني لصالحها. انا؟ انت مش فاكر؟ انا كنت بزقها وقعها. هفتكر ايه ولا ايه؟ ده من 15 سنة. بتقولي اسمها رباب؟ مش فاكر برضو. انت كمان مش فاكراه؟ يعني طشاش. على العموم ادي احنا عرفنا بعض من جديد وانا سعيد جدا. انا اسعد. وانا اعمل ايه بقى؟ العب بعيد؟ يا ريت. مش عايزة اعطلك. حضرتك معزومة على عيد ميلادي بكرة. كل سنة وانت طيبة يا فايزة. وانت طيبة. ايه؟ اوعي تنسي. انا هفكرها. تحب حضرتك نسافر بكره سوا؟ خلاص سكتت، تبقى موافقه. اه خلاص. ماما خلاص انا عارف ايدينا ولما حاطط عليك. ما حدش جه تسوي؟ لا يا باشمهندس، الجو رايق وصافي. خش يا فايزه. براحتك يا باشمهندس. عيب عيب، انا بعدين. يا عينك يا كبيرك وجايب قلبك كمان. وده مين؟ وده مين بقى؟ ده لازم كبسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي شقه سامي رضوان. ايوه يا فندم. نقول له مين؟ ولا تقول ولا تعيد. طب ثانيه واحده. كملت وبقيت معاك هنا. ايه في ايه؟ الحق نفسك يا باشمهندس. خبي الموضوع على سطر احسن ابوها طب ونهارنا مش فايق. ابوها؟
اهلا بيك يا سامي. لحقت البنك يا بابا؟ الحمد لله يا ابني، بتوحشني قوي. طول ما انت غايب عني بحس ان حاجه ناقصاني. والله يا بابا نفس الشيء، بس الشغل. الشغل مقطع بعضه قوي، انا شايف كده برضه. طيب خد دول عشان يدفوه. لا الف شكر يا بابا، انا جايلي شغل قريب. طب ومال، خدهم عشان تمشي بيهم الشغل. طب بس لو ما كنتش تحلف. يا ولد يا شقي. يا واقعه مش هي ده، انا قرطاس بالشكل. انت طلعت ممثل كبير قوي. ميرسي قوي. بس بصراحه بقى انا مش قادر استمر في التمثيل اكتر من كده. قصدك ايه بقى؟ قصدي كفايه بقى، كام سنه واحنا مخبيين. لازم نستنى الوقت المناسب. انا شخصيا مش مستعجل، كفايه عليا اشوفك. لا مش كفايه، انا مستعجل. احنا لازم نخرج للنور ونبقى واضحين قدام كل الناس. انا طبعا اتمنى ده من قلبي، بس ما تنساش يا سامي اننا فلاحين ولنا تقاليد. واحنا اللي لازم نغير التقاليد. هنغير ايه بس يا سامي؟ نغير حقيقه ان والدي بيشتغل عند والدك؟ لا ده مش صحيح، والدك صديق ابويا، بيعاونه في شغله وبيساعده في شيخوخته، واحنا خلاص بقينا اهل. بصراحه انا خايفه. وانا بصراحه خلاص قررت. هتعمل ايه؟ هعلن خطوبتنا بكره في حفله عيد ميلاد فايزه. بلاش تسرع يا سامي. بلاش تردد يا رباب. يا خراشي. على راي المثل، تروح فين يا سعلوك بن الملوك؟ ما تقولش كده يا معلم، ده انت سيد الناس. لا يا ست الكل، ما تزودهاش قوي كده. انا بقول الحق، انت الحمد لله ربنا مديلك كل حاجه. اللهم لك الحمد والشكر، ادالي المال بس حرمني من البنون. انت بس اللي مكسل شويه. لا وحياتك، عندي ما هو كسل غش بس بقى، هو الجرح القديم. كل شيء اسمه ونصيب. رضينا بما يرضيك يا رب. الحاج وصل بانه كده. يا حلاوي يا حلاوي، عامل حاجه وصل، عامل حاجه وصل. اقول لك ايه ولا ايه؟ الحاج افضاله عليا لا تعد ولا تحصى. الفضل لله يا معلم، يا الف مرحبا. مقانس ومشرف. يشرف بدارك يا حاج ويزيدك من نعيمه. اهلا يا عمي. اهلا 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 بعروستنا الحلوه. يسلم ايدين اللي اشتاره. يا صلاه النبي احسن، ايه الهنا ده كله؟ اصل عيد ميلاد فايزه بكره. عقبال الف سنه يا عمرتنا. وانت طيب يا عمي. حس كده بقى، انا عازم نفسي بس على شرط. انت تؤمر. اقوم بتكاليف الحفله من مبداها لاخرها. يا خبر، الف شكر يا عمي. بيبقى كتير قوي يا معلم. مفيش حاجه تكتر عليك يا هانم، ولا على عروستنا الحلوه. كتر الف خيرك يا معلم. الخير خيرك يا حاج، اتفضل كله من خيرك. عد عد وراك يا معلم. حملته كم عربيه؟ ثلاثه. انا حملت اثنين والشيخ عبد الصمد بيحمل الثالثه. على خيره الله. وما قلتش لعبد الصمد يجي ياكل معانا؟ قلت له، قال ان عنده ضيوف. راجل طيب عبد الصمد ونعم الرجال، راجل جدع وصاحب صاحبه ومخلص لك قوي يا حاج. متأخريش عليا. حاضر. هستناك على نار حالا عشان نعلن احلى خبر في الدنيا. ربنا يستر. ايه 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 ايه
توحشني يا فتحي يا ابني. معلش يا ست الحبايب، عايزين نعيش يما زي ما غيرنا عايش. كان لازمته ايه تتغرب بس يا ابني؟ قال على رأي المثل، بلدي برية عليا ولو قل زادها. وربنا قال وسعوا في مناكبها. امنت بالله. ولا انت عاجبك يما عيشة الفقر اللي احنا فيها؟ عايزين نعيش يما نبقى احسن. السلام والتحية على اصحاب الطلعة البهية. يا بابا الف حمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا ماما. اهلا 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 باستاذتنا العظيمة. اهلا بيك يا فتحي. ايه الكركبة دي؟ خلاص نويت؟ ان شاء الله بعد بكرة. ربنا يوفقك يا فتحي ويحقق لك كل اللي انت عايزه. انت كمان جاية معاه بدل ما تعقليه. سيبيه يا ماما يكون مستقبله ويرجع لنا راجل عظيم يرفع راسنا. انما ايه المفاجأة الحلوة دي؟ انا كنت هفوت عليك قبل ما اسافر. اديني جيت لك يا سيدي، هقضي معاك خميس وجمعة واحضر عيد ميلاد فايز. ده احنا كلنا معزومين يا دناي. صحيح. امال بابا فين؟ زمانه جاي. ربنا يسوقك يا عبد الصمد عشان تتغدى في وسط ولادك. اللهم اجعله خير. يا اهلا وسهلا يا مرحبي يا دي السعاده. احنا معانا لنا شربات. اهلا وسهلا. اهلا شرفتونا. اهلا بيك. الله يشرف بيدارك يا ابني. احنا اللي زدنا شرف يا ابني. الف مبروك للعروسه الصغيره. الله يبارك فيك. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا اهلا بالمهاجر العظيم. اهلا بيك يا باشمهندس. قول لي ايه يا ترى جالك زباين ولا لسه؟ ما بلاش الاحراج ده. هم مستنيينك اما تسافر وبعدين يجوا لي. على عمي يا عم هبطل لك حجتك، انا مسافر بكره ان شاء الله. بالسلامه. الله يسلمك. قول يا سيدي، مره واحد وقع من الطياره حصل له ايه؟ مات طبعا. ابدا. وقع على قشه موز رجله اتزحلقت اتكسرت. ايه الفرفشه دي كلها؟ بوجودك يا هانم. عبس ده محبوح قوي، اللهم اجعله خير. يا للسعاده يا دي الحلي. يا جيتي لوحدك ولا سامي يوصلك؟ فايزة ماما عايزاك تساعديها في البوفيه. طب جايلك حالا. ها نبتدي الشغل؟ بلاش يا سامي انا خايف. ما تخافيش، الخوف عمره ما يجيب نتيجه. طب ما كلمتش ليه قبل ما اجي؟ لازم يعني تكسفني. لا ماما مفيش. افهم بقى، انتوا مخبيين عليا حاجه؟ مخبي؟ لا ابدا مفيش حاجه. امال كنت بتزحلقني ليه؟ انا ازحلقك؟ لا يا ستي انا اللي هتزحلق. السلام عليكم. اخواتي نفسي ازغرق بس ماسكه الطريق. خير يا سامي في حاجة؟ بس لازم تاخد رأي بابا الأول. أنا عايز أعرف رأيك أنت أولا. إذا بابا وافق أنا ما عنديش مانع. أنا متأكد إنه هيوافق. ماما أنا شم ريحة مؤامرة، هي إيه الحكاية؟ تسمح لي يا بابا بكلمة؟ كلمة واحدة بس. مليون كلمة يا حبيبي. بس أوعى تكون هتحكي لي نكت أنت كمان أحسن عباس. خلى قلبي وجعني من كتر الضحك. بعد اذنك يا معلم عباس. اتفضل. منور يا عم عبد الصمد منور. يا بابا. رباب. ايوه رباب. رباب بنت عبد الصمد. هو في رباب غيرها يا بابا؟ ايه في حاجه يا بابا؟ لا مفيش، ما انت عارف يعني. قصدي حضرتك يعني الفوارق والمستوى الاجتماعي ايوه. بس بالنسبه لك انت كل طلباتك مجابه. انت عارف انت عندي في كفه وكل الدنيا في كفه. متشكر يا بابا. تعال هنا. حكايه رباب دي يعني من زمان؟ ما تكسفنيش من زمان. بس بجد يقول لي رايك، ايه رايك فيها؟ مش بنت حلوه وزي القمر؟ يا واد يا شيخ. ربنا يخليك ليا يا بابا. شايف العز والنغلاه؟ طلع رباب مالك؟ لا انا عارف ايه اللي شغلك. شاغلني؟ مفيش حاجه شغلاني. انا عارف انك انت نفسك في عيد ميلاد زي ده. ولا يهمك، بكره ان شاء الله ربنا هيفرجها وهعمل لك احسن منه مليون مره. ربنا يوفقك يا فتحي. هتفرج ان شاء الله وهتبقى عالي العال. العفاريت دول عملوا عليا حته تمثيليه في مصر. تمثيليه ايه؟ مش هنقول لك دلوقتي، اصل في مفاجاه الليله. على خيره الله.
انستونا وشرفتونا. الله يأنسك يا ابني. كله تمام يا باشمهندس. فندم كله تمام. تقول ايه انا مش فاهم؟ قصدي يعني ان شاء الله تكونوا مبسوطين كده. الحمد لله وجودك. حصل المرام. انت بتقول ايه؟ قصدي يعني اتفضلوا على البوفيه. اتفضلوا على البوفيه كل سنه وانتم طيبين. اتفضلوا اتفضلوا على البوفيه. ايه ده كله يا معلم؟ ايه ده كله؟ ده ما يجيش نقطة من بحر أفضلك عليا يا حاج. ما تصدقوش يا ولاد. ده احنا لما كنا في شبابنا اديته حتة مقلب بس من غير مقصود. وبعدين يا رضوان؟ ايه يا مسامي؟ هننكسف؟ برضه مش وقت الكلام ده يا حاج. وليه؟ لازم ولادنا يسمعوا الحكاية الظريفة دي. زمان اتقدمت أنا وعباس في وقت واحد عشان نخطب شويكار. أكمل أنا بقى. أنا زحلقوني والحج فاز بالجوهرة الغالية. وليه ما تقولش الحج هو اللي خد المقلب؟ اللهم اجعله خير. سعد البيه. سعد البيه. أيوة يا عم. العربية النقل اتدعورت في الترح. يا سابل سترك يا رب. اوعى تجيب سيرة لحد. حاضر. عبد الصمد. ايوه. تعالى معايا. حاضر. منور يا معلم. ايوه. اهلا بيك. اهلا بيك. كل سنه طيبه. انت طيب. لا حول ولا قوه الا بالله. اجري انت لم 30 40 راجل يعدلوا العربيه. سليم الحمد لله. ده بس مغمى عليه. لا حول الله يا رب. عوضين فوق يا عوضين فوق يا عوضين فوق. الله يسترك. فوق يا عوضين فوق. ايه ده؟ مخدرات في وسط العنب في عربيتي؟ عبد الصمد. عبد الصمد تعال هنا يا عبد الصمد. ايه اللي جاب المخدرات دي هنا؟ مخدرات؟ عجلنا منين المخدرات دي؟ ما عندكش علم؟ يبقى مغرز بيتعمل فيا يا عبد الصمد. مين اللي عاوز يوديه تأبيده يا عبد الصمد؟ ساكت ليه يا عبد الصمد؟ اتكلم. انا هبلغ النيابه. لازم اعرف مين المجرم ده اللي عاوز يدخلني السجن. انا اللي عشت طول عمري شريف نظيف تلطخوني على اخر الزمن. عوضيه مين له يد في الحكايه دي؟ ما تيجي تنور عمك الحاج يا عوضيه. حاضر من عيني. انا هقول للعم الحاج على كافه حاجه. وانت ازاي ما عندكش فكره على اللي بيحصل ده يا عبد الصمد؟ ازاي؟ مالك يا سامي؟ بابا مش عارف راح فين. وانا عايز اعمل الخطوبه وبابا كمان مش موجود. ما تصبر شويه. انا مش قادر بقى بصراحه. زي ما اتفقنا. حسك عينك تتلجلج ولا تتلخبط في كلمة؟ بس اياك يخيل عليهم. ربنا يستر. الحقوني يا رجالة. عمكم الحاج انصاب. يا راحة سودة. ايه اللي جرى؟ كان جاي على العربية. رجله اتلوت انطرح على ظهره. دماغه اتخبطت في الخوص الحديد. من ساعتها ما حطيتش منطق. لما اروح عند الباشمهندس. يا خسارتك يا عم الحاج. سامي بيه. سامي بيه. يا عمران فين بابا؟ ايه؟ عادل
عادل تعال معايا. بابا بابا رد عليا يا بابا، لسه في الروح. يلا يا عادل ننقل المستشفى بسرعة. يلا لا حول ولا قوة الا بالله. شيل حازم، حازم هناخده في العربية. حازم أبوك حازم. إيه اللي جرى يا ابني؟ أنت كنت فين يا عم عبد الصمد؟ كنت بلم الرجالة يا ابني. يوه وإزاي تسيب بابا لوحده؟ هو اللي بعتني يا ابني. إيه اللي جرى يا وضيع؟ عم الحاج وقع وانصاب. بينا يا رجالة نعدل العربية ونلم بتاع الناس. بتندو ولا بتبص؟ بند يا بيه. طب خد انت. الو وصلني بالمستشفى. الو اديني دكتور حافظ من فضلك. ايوه مساء الخير يا دكتور، حالة المصاب تسمح اني اخد اقواله كده؟ طيب انا جاي حالا. تقدروا تروحوا انتوا واما نعوزكم هنبعت لكم. وقعش على الخوص الحديد؟ التقرير استبعد الاحتمال ده لان الجرح غائر في الجمجمه وعمل تهتك في المخ. وحصرته الاشتباه في مين؟ فوضين السواق وجاري البحث عنه. البحث عنه؟ ليه؟ ما هو موجود في العزبه. لا ده اختفى خالص، ملوش اي اثر. بيبحث ويطقس. بس انا كل واحد ما يسالني اقول انك شفت العزبه اتحلت. ايه ده؟ فراخ؟ يا اخي انا كنت عايز بط. يا اخي الهي تنبط. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ما حدش شاف عوضين؟ لا والله يا باشمهندس، اديني مده ما شفتوش. وكتاب الله المنزل. أنا لو عثرت فيه لأشرب من دم. ما سمعتش عنه أي أخبار؟ المخبرين سألوني عليه وعرفت منهم إنه ما طلعش من العز. إيه؟ أصلهم سألوا عليه في نقط المرور لقوه ما فاتش عليهم خالص. ما تتقدرش يا باشمهندس، ربنا موجود. يعني الباشمهندس مش ناوي يرجع مصر دلوقتي؟ مش باين يا تسوقي. لا حول الله، ده الزباين بدأت تهل على المكتب. سامي ما فيهوش دماغ يشتغل دلوقتي. الامر لله، استاجز انا. الله على فين يا ست سوقي؟ بلاد الله لخلق الله. استنى يا تسوقي، انت لازم تقابل سامي دلوقتي. ايوه ماني برضه بقول كده. خلاص ما دام انتوا بتقولوا كده.
انت مين اللي قتله؟ راعي المعروف. هخلص عليك. مين اللي قتله؟ اهو. النيابة حفظت القضية وسقطت الدعوة بوفاة المتهم، ولو إن أنا لسه عندي شك. شك؟ في حد تاني؟ تفتكر عوضين هو المتهم الوحيد؟ إيه مصلحة السواق في إنه يقتل الواد ده؟ قصدك إيه؟ احتمال يكون عوضين أداة في إيد المجرم الحقيقي. آه، فعلاً. مين اللي كان مخبيه في المخزن؟ ومين اللي كان بيوديله الاكل والشاي؟ ومين استاذ سامي؟ استاذ سامي، ايه يا باشمهندس؟ سرحت في ايه؟ عن اذنك. ايه اللي بتقوله ده؟ انا متاكد من اللي بقوله. ازاي تفكر بالطريقه دي؟ ده اسلم تفكير. عبد الصمد ليه اتسطر على عوضين الا اذا كان هو اللي محرضه؟ انت اكيد جرالك حاجه. الراجل خدمنا بكل امانه واخلاص. ده ما يمنعش، لكن انا متاكد ان عبد الصمد. مساء الخير عليكم. مساء النور يا حبيبتي. اهلا اهلا يا رباب. اهلا. ازيك يا سيدي؟ كويس. انا كنت جاي اسلم عليكم قبل ما اسافر. مش عايزين حاجه من مصر. تعالي يا رباب اقعدي معايا شويه. انت مستعجله ليه؟ استاذن انا عندي مشوار مهم. هو سامي مالك؟ لا ابدا ما فيش. بنت عبد الصمد. رباب. رباب. نعم يا تاني. أنا آسف. على إيه؟ كنت سخيف معاك وضايقتك. لا أبدا. أنا بس مشغول عليك أوي. حاسة إنك شايل هموم الدنيا لوحدك. فعلا. أنا حاسس بألم فوق احتمالي. ايه السبب؟ قولي، يمكن اقدر اريحك. انت يا رباب؟ انت الوحيدة اللي متقدرش تعمل حاجة. ليه يا سامي؟ هو انا السبب؟ لا، انت ذنبك ايه؟ امال مين؟ مين اللي سبب لك الحالة الفظيعة دي؟ عاوز انا اقولك مين؟ وحياة حبنا تقولي، ريحي. بتحلفيني بحبنا، لكن مش هقدر اقولك ابدا. وتفضل عايش في العذاب ده على طول؟ لا، مش على طول، لغاية ما اوصل للحقيقة. وساعتها ترجع لي تاني؟ انا عمري ما بعدت عنك لحظة. لكن مش معاي، حتى وانت معاي. اعذريني. عذراك، بس انت كمان اعذرني، بتوحشني. حق بطلوه ده واسمعوه ده. عبد الصمد ده راجل مؤمن وخاف ربنا، ازاي سامي عالي يوديه كده؟ سامي تعبان، حالته مش طبيعية. نريحه، نجيب له دكتور يكشف على اعصابه. وهو هيطوع مين على كده؟ ده مش طايق كلمه من حد. ما احنا لو سبناه على الحال ده جايز يقل عقله ويروح يأذي راجل عبد الصمد ويروح في ابو بلوشي واحنا قاعدين نتفرج عليه. طب وهنعمل ايه يا معلم؟ زي ما فهمتك يا هانم، نريحه، نعالجه، نهديله اعصابه. واحنا عندنا كام سامي؟ انت فاكر ليله الحادثه يا عمران؟ ودي ليله تتنسي؟ عمك الحاج قالك ايه ليلتها؟ قال لي روح لم الرجاله يعدلوا الحلزون. يعني ما قالش لعبد الصمد يلم رجاله هو كمان؟ الكد خيب، ما قالش. طب روح شوف شغلك يا عمران. عاوز توصل ليه؟
لما سألنا عوضين عن عبد الصمد قال إن الحج بعته يلم رجالة، وبعد شوية وصل عبد الصمد ومعاه الرجالة فعلا. ده اللي مش داخل مخي، بابا لا يمكن يبعت عمران وبعدين يبعت عبد الصمد ويفضل هو لوحده في عز الليل مع عوضين السواق اللي كان ساعتها. شفت ارتبك ازاي؟ مش قادر يواجهني ولا حتى جاي يسلم علينا، ده غير حكاية المخزن وعوضين والظروف اللي انت عارفها. عندك حق تشك، بس دي مش أدلة. ما انا لو عندي الدليل كنت دبحت عبد الصمد وشربت من دمه. تدبح مين يا سامي؟ عبد الصمد ابو رباب. رباب وبيقول انه عايز يطمن على صحتك وصحة بابا كمان. ينجح مقصدك يا فتحي يا ابني، وبعت حوالي لبابا بمئة جنيه يزيدك من نعيمه، وبيقول يا ريت نسافر له نقعد معاه على طول. مالك يا بابا؟ سلامتك الف سلام. في ايه؟ ما تخافوش، اهلي بس ضعفان شوي. بيقول ايه فتحي؟ عايزه نقعد معاه. ايوه يا بابا. ايه رايك يا ام فتحي؟ مش معقول يا بابا نسافر وانت تسيب شغلك؟ الله لا يقدر ولا يكون. تعبت، ما عادش في همي، عايز ارتاح، ارحل من هنا وراعي صحته اليومين اللي انا عايشه. من حقك ترتاح يا بابا، لكن ليه نرحل من هنا؟ ليه تفكر تفكير بالشكل ده؟ ده لا يمكن يحصل، مستحيل. عايز تسيب الشغل ويمشي ليه؟ لازم ضايقته، اوعى تكون قلت له. انا ما قلتش حاجه، بس انا فاهمه كويس، عايز يهرب. سامي انت عايز ايه؟ عايزه يستنى هنا ما يتقلش. يا ابني افتي على بره، مره تقول عايز يستنى، مره تتهمه بالقتل، انت عايز ايه بالظبط؟ يا ماما انا كلامي واضح جدا، انا فاهم الراجل ده كويس. اهلا يا عم عبد الصمد. اهلا بيك يا استاذ. اتفضل يا عبد الصمد. الحكاية يا عبد الصمد؟ اعفيني من الشغل يا ست هاني. في حد زعلك؟ لا ابدا، صحتي هي اللي مش مساعداني. طب اشتغل على قد جهدك. ما عادش فيها جهد. بلاش يا سيدي تشتغل، احنا مش عايزين نتعبك. ابو لزوم ايماني ما عادليش عازل، بس احنا مش عايزين نسيبك. معلش أفوتكم بعافية. جاي كلامي؟ الراجل ده لو بريء يهرب ليه؟ طب هو هيمشي لوحده ولا هياخد معاه أم فتحي ورباب؟ ورباب هتسيب شغلها ولا إيه؟ رباب؟ بس لو تقول لي إيه اللي مصربعنا على السفر كده يا أبو فتحي؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. السلام عليكم. ما تخافش. أنا جاي أطلب منك طلب، بس أوعى تكسفني. اتفضل يا ابني. أنا جاي أخطب رباب. ها؟ قلت إيه يا عم عبد الصمد؟ ما تأخذنيش يا ابني، أصلك خدتني على غفلة، ما تصبر شوي. بس أنا مستعجل. وافق بقى يا أخويا، خلي البلاية تفرح. أيوة بس الواجب إن إحنا نستنى لما تعدي السنة وينفك الحزن على المرحوم. المرحوم كان سعيد قوي بالخطوبة دي، واللي يسعد المرحوم لازم يسعدك، ده أنتوا كنتوا أخوات. على بركة الله يا ابني. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا ماما. مبروك يا عروسة. نفسي أزغرط بس الوقت مش مناسب. أفتكر دلوقتي لا تقولي تستعفى ولا تسيبنا وتمشي، إحنا خلاص بقينا المسايب. بس يا ابني صحتي مش مساعداني. صحتك تهمني قوي، أنا هريحك هريحك على الآخر.
الفستانه اللي كانت في الدولاب في الغسيل يا ست هانم. طب ما تلبسي لك فستان ملون. ازاي بس يا بهانه؟ ده احنا لسه حزانه. خلاص بلاش ملون، البسي لك واحد كده حشمه، يعني يكون بني كده ولا كحلي ولا جنزري ولا حاجه من دي. لا يا بهانه ما يصحش. هو ايه اللي ما يصحش؟ هو انت هتخرجي بيه في الشارع؟ ده احنا الحيطان مداريان. يا ست هانم فكي عن نفسك شويه وشوفي روحك حبتين. انت هتفضلي في الغلب ده لحد امتى؟ الاولاد كبروا يا بهانه. يا اختي وهم يعني عشان الاولاد كبروا هتعجزي ولا ايه؟ ده انت اللي قدك لسه ما اتجوزوش. يا اختي اسم الليتين وحبه. اهلا يا فايزه. اسلم اخيرا قدرت تقنع عم عبد الصمد انه يستنى معانا. عملت ايه؟ خطبت رباب. ايه؟ الف مبروك يا سامي، الف مبروك. ايه اللي عملته ده؟ يا ماما عملت غلط؟ ما احنا متفقين على كده وانا واخد موافقتك موافقة المرحوم بابا. لكن احنا دلوقتي في حداد. انا هراعي ظروف الحداد، مش هعمل لا فرح ولا احتفالات. انت مش شايف انك استعجلت شويه؟ خلاص يا ماما حصل، واي كلام في الموضوع ده مش هيغير الوضع. كان واجب تستنى على الاقل لحد ما فايزه تتخطب. انا مستعد اجل جوازي لحد ما فايزه تتخطب وتتجوز كمان. لا يا سامي اوعى تاجل علشاني، ده انا فرحانه لك فرحه الدنيا. متشكر يا فايزه. عن اذنكم. أنا مش مستريحة للي عمله سامي. ليه يا ماما؟ ده احنا نحمد ربنا إن أعصابه هديت وارتاح من ناحية عم عبد الصمد. لو بس تصارحني إيه اللي شاغلك؟ لو تقولي على كل اللي تعبك. ما أقدرش. ليه بس؟ أمال هتقولي مين؟ هو أنا مش سرك. أنا اكتشفت إن في شريك لعوضين هو اللي حرضه على قتل أبويا. شريك؟ وساكت عليه ليه يا سامي؟ في إيدي إيه أعمله؟ تبلغ البوليس النيابة، تقلب الدنيا عشان المجرم ياخد جزاءه وترتاح وارتاح معاك. مين المجرم ده يا سامي؟ لازم تقولي مين هو؟ لازم أعرف. تعرفي؟ بعدين هتعرفي كل حاجة، بس دلوقتي كلميني في أي حاجة تانية، اي حاجه. وسهلا يا الف خطوه عزيزه. ازيك يا ابني؟ اهلا بك. الحمد لله بالسلامه يا رباب. اتفضلي. سامي بيعزك قوي يا ماما، كل مره يجيب لك حاجه تحلي بقك. ربنا ما يحرمنيش منه ولا من مجايبه. متشكر قوي. امال فين عم عبد الصمد؟ لسه ما جاش يا ضناي. اتفضل ارتاح، بيتك ومطرحك. معلش استاذن انا. هتقعد يا سامي. ازيك يا عم عبد الصمد؟ الله يسلمك يا ابني. وحشني. ما تشوفش وحش. اتفضل. متشكر. انا كنت بوصل رباب وبعدين ما لقيتش حضرتك، ادبا مني خرجت على طول. الله يسترك. عن اذنك ولو ان قعدتك حلوه. لكن ملحوقه برضو، وقت تاني اجي دردش معاك. هتروح مني فين؟ السلام عليكم. ولا يجيب الحلو الا الحلو. عجبتك يا ماما؟ الخبر ايه يا رباب؟ خير يا بابا.
ايه اللي خليك تركب الاوتومبيل مع سامي من مصر لغايه هنا؟ كان بيوصلني يا بابا. فيها حاجه يا اخويا؟ الناس لسانها ما بيرحمش يا ام فتحي. هيقولوا ايه الناس يا بابا؟ هو احنا مش مخطوبين لبعض؟ الكلام ده جايز في مصر، لكن في الارياف عيبه كبيره. كنتوا بتكلموا في ايه طول السك؟ ابدا مفيش، كان بيحكي لي همومه. ايه يا اختي اللي تعب؟ اكتشف ان في واحد تاني اشترك مع عوضين في قتل والده. واحد تاني؟ مين؟ ما قالكيش مين؟ مرضيش يقول، لكن هو بيقول انه عارفه كويس. مالك عليا يا مين؟ انا بحس براحتي لما اشوفكم واتمتع برؤياكم. اي والله اتمتع برؤياكم. يا مساء الهنا والسعد. مساء النور يا معلم. اهلا بالبشمهندس الكبير كبير العيله والمقام. أهل. مبروك ما عملت يا ابني. الله يبارك فيك. انا لسه كنت بقول الاموره فايزه ان انا لما ازوركم بحس اني فزت اهلي. ما احنا اهلي يا معلم. استبينا. شوف بقى يا باشمهندس، بقى الفرح لما يجي مره واحده، وفرحتنا بيك انت ورباب عاوزين نكملها بقى، وبدل الفرحه تبقى فرحتين. قلت ايه؟ في ايه يا معلم؟ بصراحه ربنا انا قلبي اتفتح لكم، وحاسس ان بقيت منكم وما بقاليش غير عنكم. بقى سلامه في خير. وخير في سلام. انا طالب القرب منك. في مين يا معلم؟ في الست الهانم. ماما؟ ده انا يحصل لي الشرف. حضرتك عايز تتجوز ماما؟ ده انا ينكتب لي السعد ويحصل لي الف بركه. حضرتك واعي للكلام اللي بتقوله؟ سبحان الله يا ابني، طبعا واعي ومتعشم ومالي ايدي بالقبول. مش ملاحظ انك استعجلت شويه وان طلبك ده ما جاش في وقته؟ ليه يا باشمهندس؟ انا عملت الواجب وانتظرت حضرتك لغايه ما فكيت الحزن وخطبت رباب، مش كده ولا ايه يا باشمهندس؟ الجواز يا ابني عمره ما كان عيب ولا حرام. الجواز ستره ونص دين. وايه راي الست الوالده في الكلام ده؟ هنا بقى استعجز انا عشان الكلام يبقى بينكم وبين بعضيكم وعلى حريتكم. ربنا يجعل في وشنا القبول. ايه رضاك علينا يا صاحب الرضا؟ استني يا ماما. يعني ما رديتيش على سؤالي. ارد اقول ايه؟ لازم لي وقت علشان افكر. ايه تفكري في ايه؟ كان لازم ترفضي. افتكر يا سامي، مش انت اللي تقول، انا اللي اقول اذا كنت توافق ولا ما وافقش. يعني في احتمال انك توافقي؟ اصبر عليها شويه يا سامي، اديها فرصه. لازم تفهم يا سامي ان من حقي افكر واقرر، انا صاحبه الشقه. خلاص يا ماما، اللي على راحتك. تتجوزي عباس؟ وليه انت تتجوز رباب؟ ليه بتحرم عليه اللي بتحلله لنفسك؟ امرك غريب. عايزه اطمن عليك انت. انا بتمنى الموت في كل لحظه عشان ما اشوفش اللي بيجرى قدامي. انا مش مصدق ولا فاهم ايه الصح وايه الغلط، ايه الوفاء وايه الخيانه. سام ارحم نفسك يا حبيبي، ليه كل حاجه بتكبرها لحد ما تبقى كابوس على اعصابك؟ سامي هو جواز جريمة. أيوة جريمة، جريمة في حق أبويا، أبويا العظيم الطيب اللي ادى كل حاجة وما خدش حاجة. قتلوه وفي لحظة نسيوه. ليه؟ عشان ظهر راجل تاني يحل محله. الست الوالدة بكل بساطة بتغير فستانها. يا سامي الست عاشت طول عمرها مخلصة وفية للمرحوم، ما تظلمش يا سامي. أنا اللي بظلم؟ طيب اتفضلي يا ماما. سامي، سامي انت فين
يا سامي. سامي. شايف يا عادل؟ عاجبك كده؟ معلش يا طنط، اصبر عليه شوية. قوي يا اخويا كده برضه نبقى عايشين في بيت واحد وانا اشوفكش. طب انا ذنبي ايه؟ ملكيش ذنب، زي بالظبط احنا الاتنين في دوامه واحده. علشان كده انا عايزاك تفضل جنبي. انا ما عادش ليا غيرك يا سامي، انت اخويا وابويا وكل اللي فاضل لي في الدنيا. سامحيني يا فايزة، سامحيني، بس أعمل إيه؟ غرقان في همومي. أنا حاسة بيك أوي وعذراك، بس أنا حاسة إني وحيدة. لما أمي تتخلى عن ولادها طبيعي إنهم يحسوا بالوحدة والضياع. علشان كده بلاش نقف في الضغط، دي أمنا يا سامي، إحنا اللي نحقق لها سعادتها. لو وقفنا في طريقها يبقى حكمنا عليها بالوحدة بقية عمرها، وبعد كده احنا اللي هنندم. قلبك وحناني يفكروني بالمرحوم بابا، القلب المليان بالحب. علشان كده لازم نثبت للكل اننا ولاد رضوان حسني. القلب الكبير. امي ما يعرفش يكره، ازاي حضرتك تتصوري انه ماما؟ سامي اسمعني انا الاول، انا منتظره رايك. قول انك مش موافق على الجوازه دي وانا ارفضها. سعادتك وسعاده فايزه فوق كل شيء عندي. سعادتي وسعاده فايزه اننا نشوفك اسعد ام في الدنيا. مبروك يا حبيبي يا سامي. وعايزين حفله ظريفه كده تفرفشنا. اشكرك يا سامي، الف شكر. الله، كده برضه تسيب الاستاذ عادل من غير ما تقدموا له شربات؟ انت اللي سايباني ومشغوله باخوكي. من ليه احبابه ونسي اصحابه ولا ايه؟ كده كده. كيف اقول عقبالك يا مفتش تزعل؟ الف مبروك. وبعدين يا معلم عقبال حجك يا مفتش، ونكون صحبه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله عقبال ليلتك ان شاء الله. نفسي اذكرك يا استاذ من العرب. اهلا اهلا باشمهندس، مبروك. الله يبارك فيك وعقبال ليلتك. نادر عليا هعمل لك احلى ليله في المديريه. متشكر يا عم. عقبال البكار يا معلم. لخطوبه بس لسه بدري على كتب الكتاب. اهلا اهلا عم الشيخ، اهلا وسهلا. سرحان في ايه يا عبد الصمد؟ تبات فول تصبح بدم. اول ما بتخلي بالك منه يا معلم، احسن ده بقاله مده كده مدعبس، مزاجه مش رايق وصحته في النار. ما تروق امال، الدنيا بحالها ما تسويش زعله منك. عقبالك يا سامي. ما سمعتش؟ دي خطوبه بس مش كاتب كتاب. لا متشكر. معلش يا سامي عشان خاطر اشرب الشربات. وش المصايب، انت السبب في كل اللي حصل، اعمل فيك ايه؟ مش وقته يا سامي، خليها تعدي على خير. ما تشرب الشربات يا عم عبد الصمد. ما انا شربت يا ابني. معلش اشرب كمان. ايوه مالي، عقبال شربات حجك وانت جاي من عند النبي طاهر الديل.
يخرب كده. ما تخافش اشرب، ده مش الدواء اللي بيقرروا بيه المجرمين، ده شربات وشرفك. بدري يا عبد الصمد، ربنا يتمم بخير. مستعجل ليه يا عم الشيخ؟ اصل صلاة المغرب هتفوتني يا ابني. كلك ايمان يا ابو فتحي، كنت عاوز ادردش معاك في كلمتين، اصلي محتاج لك قوي اليومين دول، يمكن اكتر من مرحوم ابويا. الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه، هو ارتاح وسابني للعذاب، سابني عايش في نار. ربنا يصبرك يا ابني. الحكايه مش سهله للدرجه دي، ما انت عارف كل حاجة. عارف؟ عارف ايه؟ عارف سبب العذاب اللي انا فيه، وانت الوحيد اللي يقدر يريحني. يا ابني انا مش فاهم حاجة. لا! الفرح حلو يا جدعان. عقبالك يا ست سوقي. عقبالك يا ست بهان. ونكون صحبة كده ان شاء الله يا سوقي. فضل الله ولا فلك يا جهانة. يا بايا عليك. يا غبي حضرتك. يا سمك يا بيه. اهلا سامي. اهلا، على فين؟ على مصر طبعا، بكره مدرسه. وعم عبد الصمد رايح المدرسه؟ رايحين نزور اولياء الله يا ابني. ربنا يزيدك ايمان وتقوى. انت ناقص زيارة اولياء يا ابو فتحي، ده انت اكيد ليك الجنة. ايه يا سامي، ازاي تكلم بابا كده؟ ما تاخديش في بالك، اصلنا واخدين على بعض قوي. المهم اشوفك في مصر. يبقى قرنا الفاتحة يا ابو نفس طاهر. في حاجة بينك وبين سامي؟ هيكون ايه غير المعروف؟ زعلانين من بعض. ربنا ما يجيب زعل يا بنتي. عمري ما خبيت عنك حاجة يا سامي. ده صحيح، مش عايز اظلمك، جايز فعلا ما تعرفيش. انت عرفت حاجة؟ حاجات كتير تخلي الواحد يشك حتى في ابوه. سامي، في حاجة بخصوص بابا؟ طب قول، فهمني. بعدين يا رباب، بعدين هتعرفي كل حاجة في وقتها. سامي انت حيرتني معاك. انا اسف، يلا نروح. اللهم لك الف حمد وشكر يا رب. بابا، بابا بعد اذنك هروح لفايدة شوية. روح يا بنتي، بس لو قابلت سامي ما تاخديش معاه وتدي في الكلام كتير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابني. زيارة مقبولة، مش قالت لنا الفاتحة؟ ايوه يا ولحقت تزور كل المشايخ؟ الحمد لله. والمشوار التاني؟ مشوار ايه؟ انا ما رحتش لسوير. بلاش لف ودوران، بيقولوا عليك راجل مؤمن. ايه يا سامي اللي بتعمله ده؟ استني شويه لما افرجك على ابوكي واعرفك حقيقته. ما تقولي يا عم عبد الصمد، رحت فين وجيت منين؟ ماني قلت لك يا ابني كنت بزور الاولي. كذاب. سامي انت اتجننت. ابوك كذاب وضلالي كمان. انت رحت الجوازات وعملت باسبور، مسافر على فين يا ابو فتحي؟ اسافر؟ لا اسافر اروح فين؟ تبقى ناوي تهرب بقى. تهرب من ايه ومن مين؟ ما ترد يا راجل يا طيب. سامي ايه اللي بتعمله ده؟ اوعي. كنت ناوي تهرب على فين انت؟ اهرب اروح فين يا ابني؟ بقى ما تعرفش، بس انا مش هسيبك تهرب مني من هنا، ورايح عيني مش هتغفل عنك لحظة. وبحذرك على عيب لا، عشان ما تجيبش لنفسك الضرر. ها؟ تعال خليك هنا، راقبه كويس، لو خرج تفضل وراه وتقول لي راح فين وجي منين. قدامك يا باشمهندس.
صمد. ايوه ايه اللي جابك سعاد؟ عايز اقابلك، عايز اتكلم معاه في امر ضروري. ايه هو الامر الضروري ده؟ يجي يشوف له صنفي. انا مش قادر اتحمل، سابي يسود عيشتي، قال لي راحتي سواني على الجنبين، وانا حاطط ضميري من ربنا وحقر له على كل حاجه، التهريب والمخدرات وقتل حق الاطفال. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ اتقابلت يا عبد الصمد؟ والله ما عدت عارف راسم اللي جاي، يمكن اتجنن، ما هو سامي طير ابراج عقلي كلها، عايز يعرف مين قتل ابوه. ما تقول له عبد الصمد، قول له انك زلطت عوضين علشان يقتل ابوه. وانا عملت كده ليه؟ مش عشان احميك يا معلم، ده الحاج رضوان شاف المخدرات فوق العنب على الارض وراسه الف سيف، يعرف مين صاحب الحشيش ده، كنت هقول له انك انت صاحبه يا معلم. لا والله الشحم يا عبد الصمد، قتلت الحاج رضوان عشان تبقى ستر وغطى عليا. ما دلوقتي عاوز تكشف ستر ليه وتقول لسامي؟ ما هو اللي في ايده في النار مش زي اللي في ايده في المي. خلاص احنا ما نحبلكش الضرر يا عم عبد الصمد، ارس سامي على كل حاجه، بس ما تنساش تقول له كمان انك هربان من 3 سنين سجن في قضيه سرقه والحكم لسه ما سقطش. انتوا بسببها غرغرتوا رجلي وخليتوني افتح لكم مخازن العزبه عشان تشولوا فيها الحشيش. ما تقعدش تلت وتعجل، ارن سامي، وما تنساش كمان تقول لاولادك، واحنا هنبلغ النيابه انك حرضت عوضين على قتل رضوان، وباذن الله هنوصلك لحد المشنقه. حرام عليك، خاف الله، كان خدمتك خدمه العبد للزين، حرام. استغفر الله، قوم قوم يا عبد الصمد، وسيب حكايه سامي دي عليا انا. هتقابلني، طمني. بسيطة، رصاصة بشلن نريحه ونرتاح منه. تقتله؟ ازاي الكلام ده؟ اللي حاصل نزل الدورة عشان ما يبانش، ويكون راح فين؟ المخزن؟ الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحت فين يا ابن؟ اعتقني الوجه الله بقى. لو ما قلتش الحقيقه هخلص عليك. سامي رحت فين؟ سامي سيبه يا سامي. اوعى، مش قبل ما اقول الحقيقه فهمني ايه اللي بينك وبين ابويا. اوعى اوعى. انا صبرت عليك كتير، ارحمني ربنا يرحمك. لازم اعرف الحقيقه ودلوقتي حالا. الامر لصاحب الامر. انت خلصني. حاضر، اقول لك على كل حاجه. ايه الحكاومه فيه؟ ايه ان الله. اه 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 الصمد مات وندفن السر معاه، بس نفد من ايدي سامي المره دي. معلش ملحوقه، هجيت اكتر من رايحات يا ابو سام. اتلفت لقيت الراجل بيجري، جريت وراه. هو اللي قتله، انت اللي قتلته يا سامي. من فضلك استني شويه، بلاش زهيق. سامي هو اللي قتل بابا. الله، بعد شويه هاخد اقوالك وبقولي كل اللي انت عايزاه، خليني اخلص شغل. سين هو اللي قتله، هو اللي قتله. Thank you.
وانا اقدر. مقبوض عليك الليلة. انا محسوبك. الجو كان عندنا مكعب اليومين دول. مش ربنا فكها؟ رايت وحلوت. عقبال ما تروقلي انا كمان يا حبيبي. ده عز المنى، رضاكي عليا. طب ما تنور كده وتقول لي كلمتين يذلوا ريقي. ما انت عارفه اللي في قلبي. صحيح. لو تمضي على الكلام ده. وابصم كمان. ربنا يجيب العواقب سليمه. ايه الاخبار؟ كله على الله. شباب. ايه الاخبار؟ طمنيني يا بنتي. يلا يا ماما. يلا يا بنتي، ربنا على الظالم. اطمني يا هانم، انا عامل حسابي براءة باذن واحد احد. يا رب. الحمد لله، افراج. احمدك واشكر فضلك يا رب. والافراج ده نهائي؟ طبعا، مفيش ادلة. النيابة كلفت البوليس يبحث عن القاتل الحقيقي. باشمهندس قدامي صاخ سليم. الحقيقه يا معلم كلامك ما ينزلش الارض ابدا. يا اختي صمتين محبه. اتفضلي. ده انا حامله العزبه زغاريت النهارده واسقيهم كرفتهم شربات. طب يلا بقى اسقي العزبه كلها. مش ده اللي شاغلني يا عادل. امال ايه؟ اللي شاغلني التوقيت اللي اتحدد لقتل عبد الصمد. هو فين الجبان؟ قتلت يا سامي ولازم تتقتل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه يا رباب اللي بتعملي ده؟ مش هسيب طلبه يا ابدا. تعالي يا رباب، تعالي يا رباب، ما تجيش مجنون امال. تعالي يا رباب. رباب فوق نفسك. ده سامي يا رباب حبيبك خطيبك بقى عدوي. قتل ابويا ولازم اقتله. اخذي الشيطان يا بنتي وتعالي معايا. مش هتنفذ من ايدي يا سامي. طب تعالي تعالي بس، استغفر الله العظيم، تعالي تعالي بس. ازاي بس تتصور ان سامي قتل ابوها؟ رباب معذوره، اي حد مكانها كان لازم يعمل كده. حاجه تحير فعلا. مين اللي قتل عبد الصمد؟ ربنا يعلم المرحوم قطع بيا قد ايه، زي ما يكون اخويا اللي مات. ربنا يديك طولة العمر يا معلم. والله انا عذرك يا بنتي، ويلك ولين؟ الاب اللي اتقتل ولا الخطيب اللي خلاص ما بقاش خطيب، بقى بيني وبينه دم. ربنا يصبرك، والله الواحد متحير. يا هل ترى سامي بريء؟ ناس تقول لك النيابه افرجت عنه، وناس تقول لك لا، الإفراج حاجة والبراءة حاجة تانية. ده غير اللي بيتقال. عايز تقول إيه يا عم؟ أصلك على نياتك. المرحوم هو اللي كان واعي، قال لي بعظمة لسانه إن سامي جاه يخطبك عشان يكتفه هنا ويفضل مرقد له لحد ما. أستغفر الله العظيم من كل ذنب. أقول لك سيبيها لله واستنظر أخوكي، وربنا هو يدبرها بمعرفته. يلزمش أي خدمة، تأمره بأي طلب. كتر ألف خيرك يا معلم. السلام عليكم. اللي حصل ده زي ما يكون مرسوم ومظبوط بالثانية. إزاي؟
اول عبد الصمد ما ابتدى يتكلم جات له الرصاصه قبل ما ينطق على طول. دي فعلا ملاحظه مهمه. ليه القاتل اختار اللحظه دي بالذات؟ واضح انه علشان يخلص عبد الصمد. يعني في اسرار وعاوزين يخفوها عنك. تبقى المساله مش مساله عبد الصمد لوحده. اكيد في شخص او اشخاص ورا الاحداث دي كلها. كلام منطقي. بس مين؟ مين؟ ده بقى اللي هدور عليه. تامي بيه يا تامي بيه تامي بيه يا تامي بيه. ايه في يا عمران؟ فتحي وصل. فتحي ابن عبد الصمد؟ ايوه ابن عبد الصمد. وصل النهارده الصبح وفرد قلوعه على الاخر. فتحي ارتاح لك شويه يا فتحي يا ابني. عمري ما ههدى ولا ارتاح لما اخد طار ابويا وبايديا. ارجوكي سيبيني في حالي بقى. انا عايزه اطمن عليك، عايزك تريحني. وايه اللي يريحك؟ اللي حصل ده انت ليك يد فيه؟ وعايزه تعرفي ليه؟ لازم اعرف يا سامي. طب ولما تعرفي هتعملي لي ايه؟ انا قتلت عبد الصمد هتزعلي لي؟ ما قتلتش عبد الصمد هتفرحي لي؟ انا اهمك في ايه انا؟ ما تهمنيش ازاي؟ ده انا امك يا حبيبي. امي؟ مش بيقولوا قلب الام دليلها؟ ما تسالي قلبك بدل ما انت قاعده تقرري فيا كل شويه. بريء. احلف لك على مصحف عشان تصدقيني. يا ريتك تقول الكلام ده لماما يا عادل، دي مسكينه ما بتنامش الليل. وانا اللي مسهرها ولا حد تاني؟ انا خارج تيجي معايا. سامي ملوش لزوم خروجك دلوقتي. ليه؟ في مانع؟ ايوه، ظهورك في العزبه بعد اللي حصل في خطوره عليك. خطوره؟ من مين بقى؟ من فتحي ولا من رباب؟ طب يا ريتك تقعد معايا شويه يا سامي. وحياتك عندي ماليا نفسي اقعد في البيت ده دقيقة واحدة. عن اذنك. عايز تقول ايه يا عم؟ اصلك على نياتك. المرحوم قال لي بعظمة لسانه ان سامي جه يخطبك عشان يكتفه هنا ويفضل مرقده لحد ما. رحت فين؟ يا ابني اعتقني لوجه الله بقى. انا هخلص عليك لو ما قلتليش الحقيقه. رحت فين؟ سيبه يا سامي. مش قبل ما يقول الحقيقه. فهمني ايه اللي بينك وبين ابويا؟ اوعي انا هخلص عليك. دوري الكلام ده في دماغك هتلاقيه عين العقل. معقول فعلا بس مع الوقت. الوقت كده بيسرقنا. طيب هحاول. ما تحاوليش. اقطعي العرق وسيحي دمه. يا تسوي يا تسوي. استعكس انا. اهلا يا باشمهندس. اهلا يا معلم. ما لسه بدري. تعيش. الشغل ما بيرحمش. السلام عليكم. مع السلامه. ماما ايه الحكايه؟ الحكايه انك سايبنا يا سامي لحد ما حقوقنا قربت تضيع. اه قصدك اعلام الوراثه؟ طبعا يا سامي لازم تهتم بيها علشان كل واحد ياخد حقه. اه فعلا كل واحد ياخد حقه. انا هكلم عادل في الحكايه دي. لازم تروح له يا سامي وتجري ورا الورق بنفسك علشان كل واحد ياخد نصيبه وتهتم بارض ابوك يا ابني. بس دي اجراءات تاخد لها اسبوع 10 ايام. المهم نخلص منها عادل. يا ريت تقعد معانا لغايه اما نخلصها او تغير جو شويه وتريح اعصابك، وخصوصا في موضوع كنت عاوز افتحك فيه. موضوع؟ بس الظروف اللي مرت علينا. بس ابقى فهمت وموافق. صحيح يا سامي، ويا ترى فايزه اكيد هتوافق. انتوا فاكريني نايم على وداني؟ لا ابدا. اصل ايوه اعمل مكسوف يا اخوي. خلاص يا عادل الف مبروك، وانا متاكد ان فايزه هتفرح قوي. يوم ما انضرب زي ما تكون الرصاصه جت في قلبي انا بقى الود ودي اخد طاره بايدي. تشكر يا معلم، ده دم ابويا ولازم انا اللي اخد طاره بايدي. ما حدش يلومك على كده. بس عرفت منين؟ مين غير سامي يا معلم؟ هو من ساعه ابوه ما اتقتل زي ما يكون اتخبل، ساعه يكلم نفسه، ساعه يشتم والدته،
ساعة يطيح على ملا وشه، مش بعيد في ساعة جنون يكون سامحني يا رب، مش عاوز أظلم حد. الباقية في عمرك يا ابني. وفي عمرك يا معلم. رباب، رباب، ابعد عني يا سامي. عاوز اكلمك كلمة واحدة. أنا مش عايزة ولا كلمة. رباب لازم تسمعيني وتصدقيني، أنا ما قتلتش يا رباب، أنا بريء من دم أبوكي. أحلفك بإيه؟ أحلفك بحبنا. رباب. الشهود يا عروس. حالا جايين. بهانة، بهانة. نعم يا ست هان. فايزة فين؟ في الجنينة يا ست هان. نهارنا فل. اهلا يا معلم. انده للست فايزه؟ لا بلاش، روحي انت احسن برضك. كله تمام؟ تمام يا معلم. الراجل وصل في المكتب. على خيره الله. يا عمران، يا سوي. عاملين يا معلم. تعال انت وسوي، عاوزك شويه. جايب لك خبر ظريف جدا. الله، مالك بتعيطي؟ لا ابدا ولا حاجه. لا في حاجه، ماما حصل لها حاجه؟ مفيش حاجه يا سامي. ماما نسوي بهانا. ايوه يا بهانا. نسوي يا حمدي، هو انت جيت؟ ايه مالك؟ الست كبيره فين؟ ماما فين؟ على السلامة يا باشمهندس. مش تبارك لنا يا باشمهندس. ابارك لكم؟ اه. على ايه؟ اتجوزنا على سنة الله ورسوله. ملبسة. من ورا؟ من غير حتى ما اعرف. لا لا، احفظ مركزك معايا. سامي. عباس. سامي كلمني انا. معلش يا عباس. سامي. يا بهادي عيني. مش عاملة لي حتى أي اعتبار. بالعكس، أنا خفت أجرح شعورك. عشان كده سربتيني على مصر عشان تنبسطي مع عباس. سامي ما تجرحنيش، انا عملت كده علشان احافظ على كرامتي وكرامتكم. عباس داخل علينا البيت باستمرار، كان لازم اقطع كلام الناس. بالعكس، دلوقتي الناس هتتكلم اكتر، هيقولوا الست هانم ما قدرتش تصبر. سامي حسن الفاظك معايا، انا امك. يا فرحتي بامي، حرم رضوان بقت مرات المعلم عباس. بلاش قرف. يا رب يا رب تسترها معانا يا رب، ويعدلها لك يا رباب، ويوفقك يا فتحي يا ابني. وهو ربنا استجاب لدعاكي، وسامي رجع. سامي رجع؟ رجع للموت برجليه. يوه، وكان سافر في ايه ورجع في ايه؟ رجع يبارك لامه على خيبتها. صدقت يا ابني، الناس يا مكبرها يا مصغرها. عيلة واطية، لا كرامة ولا عزة نفس. بقالي اسبوع بدور عليه، اسبوع ما دقتش طعم النوم. نام لك شوية يا ابني، ريح جسمك يا ضناي. انام ولا ينام الليل يا امه الا ابو قلب خالي؟ وانا هرتاح لما اجيب خبره. انا عايزه اخرج شويه يا ماما، مخنوقه، عايزه اشم شويه هوا. تخرجي في عز الليل يا رباب ولوحدك؟ مش هروح بعيد، هستنى فتحي تحت. اللي يريح يا ضناي. رباب. استني، لازم تسمعيني. سيبني، مش عايز اسمعك ولا اشوفك. استني، لسه متصوره اني قتلت ابوكي،
امتى هتصدقيني وتعرفي الحقيقه؟ انا كنت هتقتل مع ابوك يا رباب، ولازم نعرف مين اللي خلص من ابوك وعاوز يخلص مني. لازم تصدقيني، ده انا خطيبك. انت لسه فاكر؟ طبعا فاكر. وفاكر كمان انك خطبتني عشان تحجز المرحوم ابويا وتشل حركته؟ ما كانش حبه في سواد عيوني. انا كنت في حاله نفسيه فظيعه، وجايز اكون اتصرفت بالشكل ده عشان امنعه من السفر، لكن ما كانش ممكن ابدا اخطب بنتي اللي قتل ابويا الا اذا كنت بحبها فعلا. صدقيني يا رباب. رباب، انت ايه اللي جابك هنا؟ وانت ايه اللي خلاك تقابليه؟ انا كنت مستنياك، هو قابلني صدفه، صمم يكلمني. بتكلمها في ايه يا ابن الاكابر؟ بتوسطها عشان تحميك مني؟ انا مش خايف منك يا فتحي، انا عاوز اثبت براءتي. ما تحاولش، لان محدش هيصدقك، وما تحاولش تهرب من مصيرك زي ما عملت راجل وقتلت. خليك راجل وادفع الثمن. عن اذنك يا ابن الاكابر، فوت قدامي. اللي فيه الخير يقدمه ربنا، يلا بينا. لا يا فتحي، مش زي ما انت فاهم. سامي كان بيحاول يبرأ نفسه، وكان لازم انت كمان تسمعه. بس بلاش كلام فارغ، انا لا هسمعه ولا هسمعك انت كمان. خلاص على راحتك. ويكون في علمك انا هخلص لك عليه قبل ما يميل دماغك وتفضحينا في البلد. فتحي ايه اللي بتقوله ده؟ بس ولا كلمه. يلا يلا. يا مرحب يا ألف خطوة عزيزة. مبروك يا عريس. الله يبارك فيكي، تعبت رجليكي وجيتي لغاية هنا. نعمل ايه يا معلم، ما انت مجافينا قلنا نيجي لحد عندك. ده احنا هنخدمكوا برموش عينينا. تحلف لا صدقك وعدتني وخليت بيا. غصب عني، اصل الجو كان ملخم. خير يا معلم؟ لا، قضية قتل واخد بالطار وكلام فارغ من ده. وهتطول؟ لا ابدا، يومين ثلاثة الجوار كلها هتبقى عندك. طب افوتك بعافية بقى يا معلم. اوام اوام كده. ما انت كمان عملتها حمر جمر يا معلم. انت كمان لازم تفرحي لي. من قلبي يا معلم. بس الجواهر وراي. هيحصل. سلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. البت دي جدعة أوي. وبعدين؟ وبعدها يا معلم؟ هنسيب الواد ده لحد امتى موقف بركبنا؟ أنا موظف كل حاجة. أنت واد مش هتعرف تنشن؟ قناص يا معلم، أنشن ناموسة هي طاير على الريح. خلاص، استنك ورا فتحي. تو ما ينش سامي تنشه انت كمان. تحب انشلك فتحي كمان بالمره؟ لا، لما انت تنش فتحي هيتهموا مين في سامي؟ انا عاوز البسك فتحي. ده كلام كبير قوي. مش بقول لك. خليتن على نخلتن طرحهم ليالي الهنا، يا نخلتين في العلالي يا با. هو انت كل يوم تطبخوا لنا كوسه؟ وماله؟ ده القرع حلو وكله منافع. صباح الخير. صباح الخير. يا صباح الهني، ده ايه الهنا اللي احنا فيه دي؟ الست الهانم بحالها عندنا في المطبخ. جرى ايه يا بهانه؟ ما انا طول عمري بعمل الاكل بايدي. ايوه يا ست هانم، بس قديلنا مده ما دوناش الشهد من ايديك. طب اجري قولي اللي تسوقي جهز لنا ست جواز حمام. بألف هنا وشفي. فايزه، انت كمان زعلانه مني؟ لا ابدا يا ماما. ليه؟ اصل سامي طول لسانه عليا. ايه السبب؟ مش فاهم. معلش يا ماما، سامي اعصابه تعبانه شويه. من ايه بس؟ الجوازه دي ما تمتش الا بموافقته، وان كان متصور ان الحكايه دي هتقلل من حبي ليكم يبقى غلطان. ده حب الام لاولادها اكبر من اي حب في الدنيا. انت نفسك يا فايزه حسيت ان حبي ليكم تاثر ولا قلبي اتغير؟ ده قلب الام. يا هلا الله اللي هنا. فايزه كملي انت الاكل، وما تنسيش اعملي الحمام بالفريك. ها Thank you.
ولقيتها من رباب. يا ألف مرحب. فين سامي يا تسول؟ ما خرج من الفجر. ما تعرفش راح فين؟ ولا حد يعرف له طريق جرح. طب ممكن تناديلي فايزة؟ دي ممكن، بس من غير ما حد يعرف. لا لا لا, لا ما, ما تخافيش. اتفضلي جوه. اتفضلي. يا رباب، المفاجأة الحلوة دي. أهلا بيك يا فايزة. أنا قلقانة أوي على سامي، ما تعرفيش بيروح فين؟ أبدا ما بيقولش لحد. ما أنتش عارفة في حاجة يا رباب؟ حاجة تخوف. فتحي ناوي يقتله. يقتله؟ مش معقول. طب وأنتي محاولتيش؟ أنا حاولت المستحيل، مفيش فايدة. أنا لازم ألاقي سامي وأحذره. سامي واخد الموضوع ببساطة، وأنا عارفة أخويا كويس. هنعمل إيه يا رباب دلوقتي؟ أنا هدور عليه وألاقيه. طب خديني معاك. انت بالشكل ده بتعرض نفسك لموت في اي لحظة. ده ممكن يقتلك بمنتهى السهولة. انا خايف عليك يا سامي. وانا كمان خايف عليك. فتحي لو شافك معايا هيأذيك. واذا كان علي انا قلبي ارتاح. مادام صدقت اني بريء. بس لازم فتحي كمان يصدق ويقتنع. ولو اني مش قادره اتصور ازاي فتحي يجيله قلبه ويقتل سامي. يلا بينا نمشي من هنا، وانت روح بسرعه يا رباب قبل فتحي ما يشوفك. يلا يلا بينا. رضي، اوعى تخطي عتبه الباب بعد النهارده. ورحمه ابويا لو شفتك معاه لقتلك قبل منه، فاهمه؟ عجايب وغرايب. رباب تقف في سكه اخوها وتنسى ترى ابوها، كل ده عشان سامي؟ الحب بلا يا جدعان، يعني شاطت الطبخه. شاطت يا معلمي. وامتى وانا ايدي على الزناد وعيني على النشنكان وخلاص هقول يا هادي؟ ولا همك، لسه قضاء ما جاش. علي النعمه انا كنت هروح. وهيروح منك فين؟ طول ما انت طبال وانا زمار هتجمعنا الليالي الملاح. ايه ده كلام كبير قوي. كل حاجه كبير قوي. صحيح حضرتك مسافر مصر يا سيدي؟ لازم انزل للشغل يا بهان. والنبي البيت هيضلم من غيرك يا سيدي. منور بيكي. الله يكبر بخاطرك يا رب. بقول ايه يا سيدي؟ هو دسوقي هيسافر مع حضرتك؟ لا اطمني. الله ينصرك يا رب. تروح بألف سلامة وتيجي بمليون سلامة. تروح بالسلامة يا بيه. ربنا قدرني واقنعت انه بيعرض نفسه للخطر وهيضيع مستقبله. انا يعني ارتحت شوية عشان هيبعد عن فتحي، انما لسه برضو قلقانة شوية. تسوي يا تسوي. تسوي. نعم يا باشوان. خد الشنطة دي طلعها برا. حاضر. سعيد يا ماما. مع السلامة يا سامي. ربنا معاك. على اذنك. خد بالك منه يا عادل. شعناية مش هروح الم هدومي واجي معاك يا باشمهندس. لا يا تسوي، انا مش محتاج لك دلوقتي، بعدين. كلام ايه ده؟ امال هتشتغل لوحدك ازاي؟ اسمع الكلام، خليك هنا وانا هبعت لك بعد كام يوم. ما بزيد ولو انه كلام ما يسليش. هتسافر مصر على طول؟ ايوه يا فايزة، خدي بالك من نفسك. طيب. مع السلامة يا اخوي. مع السلامة. خلي بالك من نفسك، ما تخافش علي، وانت كمان تخلي بالك منه. السفر موجود يا بيه. ها موعدنا ازاي؟ كل يوم خميس بعد الظهر هنا. أشوفك بخير. مع السلامة. سلامة. لا عمران.
اتفضل يا بيه. اتفضل. اتفضل يا سامي بيه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الدار نورت. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. اهلا بسيدنا وتجرسنا. يا اهلا بيك يا ام اسماعيل. اتفضل. ما تتفضل. كله تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده كله؟ ما يجيش من بعد خيركم؟ ده لحم اكتفنا من عزكم. استغفر الله. اتفضل. ده انا هاكل بنفسي. تصور اني ما فطرتش الف هنا. مطرح ما يسر يمري. وصيت ام اسماعيل؟ هي دي عايز وصيه. دي راجل. العزول مالوش اثر. روحها بلا رجعه. خلاص يا سطوحي، من هنا ورايح هنشتغل بهمه وحريه ومن اوسع ابوابها. ربنا يكرمك يا معلم. امر تجاب. اتصل بسهير خليها تيجي تستلم البضاعه. واجب يا معلمي. يلا هوا. راح العزول مالوش اثر. رباب رباب، جهزي لي شنطه عشان هسافر مصر يومين ثلاثه. في حاجه مهمة مسافر لها. انا عندي اهم من سامي. هو سافر؟ ما سافرش، هرب الجبان. فاكر نفسه هيتوه مني في مصر؟ ده انا هجيبه من تحت الارض. ما بلاش يا اخويا، مصر كلها عيون مفتحة. انا هخلص عليه، يعني لازم اخلص عليه. وبعدين يا استاذ ابراهيم، ربنا يسهل يا ست هاني، مديني بشتغل اهو. وقفتنا كده مش هي، احنا كاشفين نفسنا اللي رايح واللي جاي. حالا اهو. اعمل لك همه، عايزين نخلص ونخلص شغلنا ونرجع. يلا. خلاص اتفضلي. تستلك على بعد الكيلو. كلامك يا معلم. ده كلام كبير قوي. ربنا روق بالك يا معلم. راق وارتاح البال. واللي كان زاحم الدنيا اهو راح. قال ايه وداري يتجسس ورايا ويقرر عبد الصمد. مالك يا واد يا سطوحي؟ ايوه معلم. انا نشيت عبد الصمد قبل ما يكشف سرنا بثانية واحدة. حلاوتك يا معلم. اهو ده الكلام الكبير القوي. قوي. ايه ده؟ سمعتوا حاجة؟ اه، زي ما يكون واحد بيشحر. عباس، انا سمعت قولة عباس. دي حكاية ما تطمنش. بص يا سطوحي، واللي تلاقيه بره هتخبره. هوا. بقول ايه يا معلم، ما تيجي مصر شوية تريح اعصابك. امتى بس يا سهير؟ هو الواحد فاضي يهرش. عن اذنك اما اجيب الطبنجة. اتفضل. مفيش لا كلام كبير قوي ولا حد بره. صعبان علي المعلم، مش عارف ينزه نفسه ولا يفرفش نفسه. ازاي بس؟ اذا كان غرقان لشوشته في الهلبيه. حلاوتك. الله، ده كلام كبير قوي. اديله. حمام حمام حمام. اجيب انا منين الحمام دلوقتي؟ هضرب الارض اطلع حمام؟ دسوقي. اهلا بالاستاذه الكبيره. اهلا بيك. مفيش اخبار عن سامي؟ الاخبار مقطوعه خالص. يا احب انادي الست فايزه يمكن تعرف حاجه. طيب رباب، ايه اللي حصل تاني؟ فتحي سافر ورا سامي، لازم احذره باي طريقه. طب مفيش قدامنا غير عادل. عادل هو اللي يعرف كل اخباره. هسافر له حالا. غريبه، يعني ما جاش المكتب خالص؟ ده بقاله مده، تيجي 15 وزياده. طب لو سمحت، ما تعرفش عنوان بيته فين؟ في العباسيه، شارع احمد سعيد، قدام محطه البنزين بالظبط. متشكر متشكر قوي. العفو يا بيه. يا بيه الباشمهندس سامي سافر العزبه من مده وما رجعش.
انا متاكد انه موجود في مصر. يعني هكذب على حضرتك؟ اتفضل حضرتك شوف بنفسك، هتلاقي الشقه مقفوله وعليها قفل من بره كمان وما فيهاش جنس مخلوق. طيب متشكر. العفو. ايوه ما هو موجود في العزبه في بيت عمران حسب خطتنا الجديده. الحمد لله ريحتني. بس انت اوعي تجيبي سيره لحد. اتفضل. الاستاذ فتحي عبد الصمد اخويا موجود هنا؟ ايوه وطالب حضرتك حالا. ده لو شافني هنا هيقتلني. طب قول له اني هقابله حالا. حاضر. ما تخافيش تعالي معايا. كده مش معقول ابدا. ترى ايه؟ ناوي تطلعي بره ولا ايه؟ لا ابدا. اهلا بيك. هات قهوه يا ابراهيم. حاضر. ما تنساش تجيب لي دوسيات جلسه بكره. حاضر. انا سعيد بتشريفك. اسر الكلام. فين سامي؟ سامي ما عنديش فكره. بقول لك ايه، بلاش لف ودوران، مخبي فين؟ وسامي هيستخبى ليه؟ مكان قدامك في العزبه. يا فتحي صدقني بشرفي سامي ما هو موجود هنا. انا ما صدقش العينيا. دوسيات يا فندم. شكرا قوي يا ابراهيم. شفت بعينك صدقت؟ لا ما صدقتش. سامي موجود في مصر، يعني في مصر وانتوا بتتقابلوا. سامي موجود في مصر ده صحيح، لكن وحياتك ما بقابله ولا بيجيني هنا. لكن انا بقى هعرف الاقيه. هتلاقيه ازاي؟ هتتعب يا فتحي. هتلاقيه ازاي في وسط 10 مليون؟ قلت لك هلاقيه، يعني لازم الاقيه. رباب. سامي. وحشتيني. سامحني يا سامي، ظلمتك يا حبيبي. عرفت الحقيقة ازاي؟ كان قلبي دايما بيقول لي انك بريء لغاية لما قابلت عادل وأكد لي براءتك. انت سافرت لعادل؟ ايوه، كنت فاهمة انك في مصر. فتحي سافر وراك، ما قدرتش استنى لحظة. سافرت على امل اني اشوفك واحذرك. حتى من قبل ما تتأكدي من براءتي. حبي لك اكبر من كل اللي حصل يا سامي. رباب، حبك الكبير ده هو اللي هيخليني اتمسك بالحياة من جديد. طمني، قدرت توصل لحاجة؟ طبعا، اخيرا عرفت المجرم اللي قتل ابويا وابوكي ولخبط حياتنا كلها. مين يا سامي؟ مين؟ هقولك في الوقت المناسب لما اجمع كل الادلة. مش عايز يبقى عندي اي شك. ربنا معاك يا سامي. ربنا هيفضل معايا دايما لغاية ما برأ نفسي ووقع المجرم في شر اعماله. يعني دلوقتي بقالي عدوين مش واحد. تقدر تستريح شوية من ناحية فتحي، هيقعد مدة يدور عليك في مصر. المهم تتفرج لعباس. يعني نبتدي ننفذ الخطة؟ بمنتهى الحذر، وقبل ساعة الصفر تتصل بيا عشان أجيب البوليس. وهو كذلك. متشكر يا عادل. خلي بالك كويس. ما تخافش. مع السلامة. فتحي انت موجود من امتى؟ مش شغلك. سمعت كلامي مع عادل؟ ما تحاولش تكسب وقت، تشاهد على روحك. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. شفت بعينك مين عايز يقتلني ويقتلك، مين قتل ابويا وابوك. ولو لسه عندك اي شك فيا اتفضل اقتلني. الحكايه بقت تخوف والاستحراس واجب. تمام كده يا معلم. تعالوا نحسبها. لو سامي يدخل في مخ فتحي ان هو اللي ما قتلش ابوه، فتحي هيقلب علينا ومش بعيد يحط ايديه في ايدين سامي ويقلبوا علينا. واحنا رحنا فين يا معلم؟ لا ما بقولش حاجة، انتوا الخير والبركة. لا
لكن الأدهى والأمر من كده، لو كان سامي هو اللي شافنا هنا هيكشف سرنا لفتحي. طب والعمل يا معلم؟ نخلص عليهم هما الاثنين. ده كلام كبير قوي. صح، انت صح. فتحي حصل ايه؟ قولي يا فتحي ريحني. اسكت خالص. اسكت؟ اسكت ليه؟ من غير ليه؟ ادخلي اوضتك وما تخرجيش منها. يا فتحي بس يلا. عصفوري يا ماما، عصفوري يا ماما. عمران وسنين عمران، انت فين يا سيدي؟ روختني. مش وقته. شايف الاثنين دول؟ ايه دول؟ كتفهم، اوعى يتحركوا من مكانهم. هما مين دول؟ بعدين هقول لك. خد. ايه؟ منتظر مين؟ مستنية حد غيري؟ سامي؟ لا، عفريت سامي. انت مش في مصر؟ وايه اللي انت عامله ده؟ انت فاكراني عباس؟ تلاقيه بيدور على حد يقتله. يقتله؟ ده قتل قتلة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ عباس بيدور عليا عشان يقتلني، ولو يلاقي فتحي ما عندوش مانع انه يقتله. هو ما قالكيش برضه؟ هو معقول هيقولي انه رايح يقتلكوا؟ ومش معقول ليه؟ اشمعنى قالك على المرحوم ابويا؟ انا مش فاهمة حاجة ابدا. ازاي مش فاهمة؟ انتوا مش اتفقتوا على كل حاجة؟ اتفقنا على ايه يا سامي؟ انا مش فاهمة انت عايز توصل لايه؟ انت اتفقتي مع عباس تقتلوا ابويا وتتجوزوا بعض؟ انت مجنون! مجنون! مجنون؟ لا، انا واعي وفاهم كل حاجة. عباس مش كان طول عمره عاوز يتجوزك؟ مش كان طول عمره بيكره ابويا لانه سبقه واتجوزك؟ انا عارف كل حاجه، انا بس عاوزك تصالحيني. انت اتسطرتي على عباس. اخرس، بلاش كلام فارغ. انا عاوز احميكي، انت امي. امك؟ لسه فاكر اني امك؟ طبعا فاكر، ولو اني ما عندكيش اي صفه من صفات الامومه. اخرس، ما تجرحنيش، خليك مؤدب. اي غلطه منك بعد كده هعرف اوقفك عند حد. اعصابك اعصابك يا ست الحبايب، انا ما غلطتش فيكي ولا اهنتك، انا بقول الحقيقه. أم لما جوزها يموت كل الحنان اللي في قلبها بتديه لأولادها، أنت اديتي لعباس. الأم لما جوزها يموت بتفضل حزينة عليه بقية عمرها، أنت اتجوزتي عباس. أيوه اتجوزتي عباس، ومش بس كده، عملتي فرح وشهر عسل. أنا مش بلومك، دي حياتي كنت أفر فيها، لكن كل اللي يهمني إن أعرف الدور اللي لعبتيه في قتل أبويا. وما تعتمديش على عباس، لأن عباس خلاص هيروح في 60 داهية. أيوه هيروح في 60 داهية، وهيجرجروك وراه. قولوا من وجهك. أنا عملت اللي عليا وخلصت ضميري، مش عايزه تصرحيني ذنبك على جنبك، بس تاكدي اني مش هرجع الا وانا جايب خبر عباس. عايزه
مين اللي موقفك هنا؟ ادخلي اوضتك بسرعه واقفل عليك الباب بالمفتاح. اهلا يا ابو سام، رايح فين وجاي منين؟ بلاد الله لخلق الله. اللي يلف يتعب، لكن في الاخر لازم يوصل. وفاضل لك قد ايه على ما توصل؟ فركة كعب. ومدوخ نفسك السبع دوخات ليه؟ لو كنت سألتني كنت قلت لك على اللي فيها. اخس، فاتتني دي، لكن برضه ملحوقة. لو سألتك دلوقتي مش هتبخل عليا. اسأل يا نور. طبعا حكاية ابويا معروفة. الله يرحمه، هو اللي جابه لروحه. يعني ايه؟ يعني كشف البضاعة في العربية، راسه ألف سيف لازم يبلغ. عبد الصمد سلط عوادين راح مسكته. وعبد الصمد؟ عبد الصمد كان راجل خايب لسانه زالف، ما يعرفش يكتم السر، كان لازم اخرسه قبل ما ينطق. الست الوالدة؟ الست الوالدة سايحة ونايحة وعاوزة تتمتع بالدنيا. يا مجرم، نهايتك. نهاية مين يا شاطر؟ اصحى للموت اللي جايلك مستعجل. عباد اقف عندك. كنت فاكرني جاي برجلي عشان تموتني؟ ده انت طلعت ترباس مش عباس. بس كلامش عسكري. فتحي قال لي على كل حاجة. فتحي شهم وكل رجولة.